مرحبا، معاكم محمد الصفر من البحرين، عمري 23 سنة. هاي هوايتي تجميع الأحذية. من أهم جواتي عندي في الكوليكشن هني عندي اليزي 1050. اليزي 1050 ما نزل في السوق، هاي فقط كان لكانيه ويست، بس واحد من 3 قطع في العالم، وعندنا اياه هني في دبي. مثلا هالجوتي جوتي ام ان ام، فبس الناس اللي حصلوا على هالجواتي هم اصحاب ام ان ام، وواحد من اصحابه باع علي بسعر خيالي. وبعد من اصعب الجواتي اللي بتحصلونها اليوم اللي هما اليزيز اللي نزلوا مع نايكي. كما تعرفون انتوا الحين ييزي صار مع اديداس، فهو قبل ما يكون مع اديداس كان مع نايكي، فالجواتي اللي سواها مع نايك وايد صعب تحصلونها واسعارها وايد وايد ارتفعت. انا صرفت $1000 على هالجوتي في 2012 اتوقع، والحين صار ثمن الجوتي تقريبا $10,000. انا ما كنت بسمي روحي الهايب بيست من قبل، بس الحين اكثر الناس بيسموني الهايب بيست للأحذية اللي انا عندي. والله الهايب بيست كوميونتي بيلبس ثياب مستخدمة. الناس ما بيظنون ان الناس بتلبس ثياب مستخدمة، بس في كثار بيلبسون الثياب الفينتج القديمة اللي ما تنحصل اليوم، فيوجد هذا الشيء مع الهايب بيست. يوم بديت ما بديت أجمع الجواتي، كنت بس أشتريهم لأن كنت أحب ألبس جواتي كثار. علشان أحصل على هالجزمة ذي كنت لازم أسفر واحد من شيكاغو لدبي بس عشان يجيب لي الجزمة، وكنت أبي أتأكد إن الجزمة ما تضيع مع الشيبينج. قطع الثمينة الصراحة ما بتنحصل في الأماكن اللي بتشوفها في المجمعات، وهاي القطع الثمينة لازم تنحصل بالمعارف فقط. يعني إذا تعرف ناس اللي لهم دخل في هذه الاندستري ممكن تحصل على هذه الأحذية. بس طبعا أنا مأمن كل الأحذية اللي بتشوفونها وراي مع شركات التأمين بحوالي 2 مليون لـ 3 مليون دولار.